السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة الاسكولة ودرس جديد من سلسلة دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هناخد درس الرابع من الوحدة الثالثة بعنوان محمد علي وبناء الدولة الحديثة ودولة، يعني الدرس كبير جدا فهناخده على اكتر من جزء. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنبدأ الجزء الاول عندي مع بعض ونشوف ازاي محمد علي نجح ان ينهض بمصر ونجح ان يحطها في مصاف او في ترتيب الدول المتقدمة في العصر ده. محمد علي وهو بيبني الدولة بناها في كل النواحي، بناء اقتصادي، بناء اجتماعي، تعليم، ثقافة، قوة عسكرية. تعال نشوف مع بعض. النهاردة هنبدأ أول حاجة عندي بالبناء الاقتصادي، ودايما في الغالب لما بتكلم معك في كلمة بناء اقتصادي يعني زراعة، صناعة، تجارة، والنقل والمواصلات. بس محمد علي عمل فكرة، هو أسس الاقتصاد المصري أو خلى الاقتصاد المصري يشتغل بطريقة اسمها نظام الاحتكار. يعني ايه الاحتكار؟ الاحتكار معناه ان الحكومة في الوقت ده ممثلة في محمد علي بما انه هو اللي بيدير الدولة كلها، هو بيحدد نوع المحاصيل الزراعية اللي بتتزرع ونوع المصنوعات اللي بيتم تصنيعها وانتاجها، وبيحدد كل حاجة في البلد، وهو اللي بيحدد تمن شرائها بتشرب بكام من المنتج سواء الفلاح او اللي بيصنع، وتمن بيعها في السوق. يعني نقدر نقول ان محمد علي هو اللي بيتحكم في كل الاقتصاد، في المحاصيل وكل المنتجات والصناعات. محمد علي طبق الكلام ده كله في الزراعة والصناعة والتجارة. طيب ليه طبق محمد علي عندي الاقتصاد المصري، او ليه الاقتصاد المصري فعاد محمد علي قام على فكرة الاحتكار بالطريقة دي؟ قدر محمد علي ان ينافس ويخش سوق التجارة الدولية ويقدر ينافس اي دولة في العالم لانه هو اللي بيسيطر على الانتاج المصري. تعالى كده قرب مني ونبدأ نتكلم على الزراعة. محمد علي لما تولى الحكم كان عارف ان في نظام سيء جدا وكان بيتعب الفلاح وكان بيؤدي لتدهور الزراعة اسمه نظام الالتزام. فمحمد علي أول خطوة قالك إلغي لي فكرة الالتزام وتعالى نبدأ نوزع أراضي على الفلاحين بحيث إن كل فلاح يبقى مسؤول عن قطعة أرض يزرعها. بس خد بالك من الملاحظة دي، مش واضحة ومش هتتقال دلوقتي، هتتقال في دروس قدام، إن محمد علي لما ادى قطعة أرض للفلاح ما ادالوش ملكية ليها. يعني حتة الأرض دي ما ادهاش، ما كانتش بتاعت الفلاح ده، هو بس بيدهاله يعني عشان يزرعها ويسلم المحصول بناء على فكرة الاحتكار عنه. فبدأ يلغي الالتزام وبدأ يوزع أراضي على الفلاحين وبدأ يتبع مجموعة من الأساليب اللي تقدر توفر له أكبر دخل وأكبر فلوس من الإنتاج الزراعي. إزاي؟ واحد، بدأ يستخدم أساليب زراعية جديدة وحديثة زي ما الدول المتقدمة. اتنين، بدأ يعمل مدرسة زراعية عشان يجيب الفلاحين المصريين ويتعلموا في المدارس الزراعية دي ايه الاساليب الزراعية الحديثة، وبدأ يجيب خبراء زراعيين. كمان محمد علي بدأ يزود الفلاح بكل الادوات اللي ممكن يحتاجها في الزراعة. اهم حاجة مرتبطة دايما بزيادة الانتاج الزراعي هي مشاريع الري. فمحمد علي عمل لحد دلوقتي حاجة موجودة عندنا ونقدر نشوفها بعينينا اسمها القناطر الخيرية، دي من مشاريع الري. كمان محمد علي هو اللي حفر ترعة المحمودية. نبدأ نتكلم على الصناعة، ايه الجهود اللي بذلها محمد علي في الصناعة؟ بدأ يبني مصانع حكومية. كلمة مصانع حكومية يعني ملك للدولة، ملك للشعب المصري. بدأ يعمل مصانع للغزل والنسيج ومصانع للورق ومصانع للسكر. بدأ يجيب خبراء أجانب عشان هم اللي يديروا المصانع في البداية، وبدأ يجيب المصريين ويبعتهم بعثات للخارج عشان يتعلموا كل أنواع الصناعات، وبدأ يترجموا كتب الصناعات دي إلى اللغة العربية عشان المصريين يبقى عندهم خلفية في الصناعات والآلات واستخدامها. بدأ محمد علي يلم الصبية اللي في الشوارع، المقصود صبية الشوارع دول أولاد اللي هم بنقول عليهم ظاهرة أطفال الشوارع اليو تماما، لهمش اب وام ولا اي حاجه. فمحمد علي باعتبار ان الدوله مسؤوله عنهم بدا ياخد الصبيه دول من الشوارع ويودوهم المصانع يتعلموا في المصانع حرفه، والمصانع في نفس الوقت يتعلموا فيها برضو القراءه والكتابه. يعني خلى المصانع عباره عن زي مدارس صناعيه ليهم، ويديهم اجور برضو رمزيه بحيث اطفال الشوارع يبقى معاهم فلوس يقدروا يصرفوا على نفسهم ولا يقوم بسرقه ولا يقوم باي حاجه. دي الجهود اللي بذلها، بنى مصانع، جاب خبراء، بعت بعثات للخارج، ترجم كتب الصناعات، جاب الصبية وبدأ يوديهم المصانع، فخلى المصانع دي عبارة عن مدارس صناعية في نفس الوقت، وبدأ يبقى عندهم خبرة في مجال الصناعة عندي. محمد علي نجح ان يسيطر على الانتاج الصناعي ازاي؟ غير المصانع، الورش.
فبدأ إن هو يمد الصناع بالمادة الخام، وبعد ما ينتج كل المنتج بتاعه يبدأ يشتريه منه بالسعر اللي بيحدده محمد علي. تعال نتكلم على التجارة. طبعا نتيجة لازدهار الزراعة والصناعة لازم تزدهر التجارة. التجارة قايمة على الزراعة والصناعة، التجارة قايمة على بيع المحصولات، التجارة قايمة على بيع المنتجات الصناعية. بما تفسر اذكر سبب ازدهار ونشاط التجارة الداخلية والخارجية في عهد محمد علي، هقول له بسبب ازدهار الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي. استقرار الدولة بيؤدي إلى التطور الاقتصادي بتاعها وزيادة الدخل ونشاط التجارة. طب محمد علي طبق الزراعة، فهمنا ان يقول للفلاح انت تزرع ايه، ويقول للصانع انت بتزرع ايه في الصناعة. امال محمد علي طبق الاحتكار ازاي في التجارة؟ عملها ازاي؟ كل المحاصيل اللي كانت بتتزرع وكل المنتجات التي كانت تنتج كان محمد علي بيقوم بجمعها في مخازن الدولة، وبعد كده محمد علي هو اللي بيسوقها، هو اللي بيبيعها. يا اما كان بيبيع لتجار كبار اجانب في مصر، أو يبيع ويصدر في الخارج لحساب الحكومة المصرية. كمان محمد علي احتكر تجارة الواردات. العبارة دي معناتها يا مستر، يعني ايه كلمة احتكار تجارة الواردات؟ أي دولة في الدنيا عندها حاجة اسمها واردات، اللي هي السلع اللي بتبقى ناقصة في الدولة. محاصيل ما بتتزرعش، مصنوعات ما بتنتجش في الدولة، ما فيش دولة بتقدر تنتج 100% كل منتجاتها الزراعية والصناعية. فبدأ محمد علي يقول مفيش أشخاص تروح تجيب بضاعة من برة، الدولة ذات نفسها هي اللي هتجيب أي محصول أو أي منتج صناعي مش موجود في البلد. بالنسبة للنقل والمواصلات، وهي حاجة مهمة جدا بتأثر عندي في البناء الاقتصادي، محمد علي بدأ يمهد وبدأ يأمن الطرق البرية والبحرية. محمد علي مصر ما كانش لها أسطول طبعا، فبدأ يبني أسطول للبحر المتوسط والبحر الأحمر، أسطول تجاري ويحمي السواحل بتاعتها. بدأ يقوم بإنشاء بواني، بدأ أنه يقوم بحفر ترع. وأهم حاجة أن البحر الأحمر كان بيعاني من حاجة اسمها القراصنة. طبعا لما أقول لك القراصنة أكيد طبعا هتفتكر فيلم قراصنة الكاريبي أو بايرتس أوف كاريبيان بتاع جوني ديب، فكان موجود زيهم وبيهاجموا السفن. محمد علي نجح انه يقضي على القرصنة ويطهر البحر الاحمر من القرصنة عشان التجار يبقوا مأمنين طرق المواصلات البحرية بتاعتهم التجارية. ده كان بما يخص البناء الاقتصادي. سياسة محمد علي الاقتصادية دي غيرت في البناء الاجتماعي، غيرت في تركيبة البناء الاجتماعي في المجتمع المصري. لان محمد علي في طبقات قبل ما محمد علي يتولى الحكم كانت موجودة ولها دور كبير جدا في الدولة، لما جه محمد علي الطبقات دي اختفت، وفي طبقات جديدة عندي بدأت تظهر. يعني مثلا قبل ما محمد علي يتولى الحكم، الشعب المصري كله كان بيقدر قوي طبقة علماء الأزهر وطبقة الزعامة الشعبية. لما جه محمد علي بدأ يتضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية. وكمان ما تنساش ان محمد علي قضى على طبقة المماليك. طب مين اللي بدأ يحكم مكان طبقة المماليك في مصر؟ أسرة محمد علي ذات نفسها ومع بعض العناصر التركية. محمد علي لما بنى مصانع بقى فيه ظهرت عندي طبقة عمال المصانع. محمد علي لما وزع أراضي على الفلاحين بدأت تظهر طبقة الأعيان. الأعيان يعني طبقة الأغنياء. محمد علي حصل في عهده أن ظهرت طبقة البدو كقوة اجتماعية مستقرة. العبارة دي معناتها يا مستر، أقول لك انت خدت معايا في العصر العثماني ان البدو اللي في الصحراء كانوا دايما عبارة عن مشكلة، ودايما كانوا يقوموا بمهاجمة القوافل التجارية فهمني في الصحراء. فمحمد علي يعمل ايه؟ بدأ ياخد البدو دول وبدأ يوزع لهم اراضي عشان يزرعوه، وبدأ يعمل لهم بيوت. فبدأت طبقة البدو دي تبقى طبقة اجتماعية مستقرة. يبقى محمد علي كده غير في المجتمع. في طبقات اختفت، طبقة المماليك، قلنا عندي طبقة تضاءل نفوذ علماء الأزهر القادات الشعبية، تدهورت طبقة التجار المصريين أو الوطنيين. وفي طبقات جديدة ظهرت زي طبقة الأعيان، طبقة عمال الصناعة، ظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. اللي بدأ يحكم البلد أسرة محمد علي ومعها بعض العناصر التركية. النهاردة اتكلمنا مع بعض عندي على أول بنائين للبناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي. اتكلمنا مع بعض على البناء الاقتصادي، واتكلمنا عندي مع بعض على البناء الاجتماعي. خليكم معانا، ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير لقناة السكولة. كان معكم معلم أول مستر محمد نور محمود السيد كمون من منصة السكولة التعليمية.